زي الطفلة الصغيرة خايفة، خايفة أنهم يأخذوني أو خايفة أنهم يجبروني على شيء ما أبغى، أنا متمسكة بدين الناس. يعني الوالد الله يعطيه العافية ما كان أبداً يفرق، يعني خلاص أنت بنتي مستحيل. قصة قديمة طويت صفحاتها منذ زمن لفتاتين استبدلتا عند ولادتهما، وحكم قضائي فصل بينهما في حينها، ومرت السنوات بسلام لتعاد هذه القضية مرة أخرى إلى أذهان المجتمع. وبين القيل والقال وكثرة الإشاعات نترك الرواية لصاحبة القصة لتقصها علينا كما هي. أنا عشت حياة جداً جميلة وحياة جداً رائعة مع عائلتي وأسرتي لمدة 35 سنة، يعني كأي فتاة عايشة مع أهلها، إنه عمرهم أبداً في يوم من الأيام ما شكوا إنه أنا من بنتهم، مستحيل. طبعاً الوالدة توفت، الوالدة ما توفت طبعاً ما كان عندها خبر، يعني أتوفت وهي ما زالت إنه عهود بنتي. ظهرت واحدة اللي هي مقرب لي من صحباتي، فهي أيضاً كانت مقرب لأختي الثانية تعرفها، فقالت لها يعني إنه أنا أعرف واحدة سبحان الله أحسها إنها تشبههم، تشبه الناس اللي عندها. صاحبتنا جمعتني فيها وطبعاً عرفتني وتقربت مني بزيادة، وبعد كذا تواصلت مع واحدة من أخواتي فقالت لها والله الموضوع إنه كذا، إنه أنا أختكم أنا، لأنه هي عارفة طبعاً الوالدة اللي هي والدتي الحقيقية، فأعطتها خبر إن هي عندها خبر إنه أنتي أهلك موجودين بس إحنا ما إحنا عارفين إن هي مبدلة. فشفتي كيف أيام زمان، فكان في خوف إنه طب كيف ما جيتي من أول وليه ما سلمتيها وليه ما جيتي، فسكتت عن الموضوع. فراحت قالت اللي هو طبعاً أبويا، فقالت له والله أنا إنه حاسة إنه البنت ما هي بنتي. فقال لها أصلاً كيف بعد 4 شهور أو 5 شهور يعني كيف نروح المستشفى ونقول لهم إنه هذه ما هي بنتنا؟ إذا بنتنا عايشة إن شاء الله تكون عند الناس إنه يحسن تربيتها. طبعاً قابلتها وجلست مع أمي اللي هي الحقيقية، فبتقول لها طب إيش اللي حصل؟ قلت لها أولاً نفس التاريخ، نفس تاريخ الولادة، سبحان الله يعني أنا الوحيدة اللي أمي جابتني في المستشفى. طبعاً على أساس إنه إيه يعملوا التحليل، نسوي التحليل دي في مصر بحيث إن الموضوع ما ينتشر وفوضى. فطبعاً طلعوا مصر، أنا إلى الآن ما عندي خبر. طبعاً من عملوا التحليل طلع إنه التحليل مطابق 100%. كيف إحنا هنا نقول العهود؟ كيف نيجي نقول العهود أنتي بنتي بنتنا؟ فطبعاً الوالد ما قدر، قالوا خلاص ما في إلا هي خالتها اللي مرة مقربة لها فهي تقول لها. فجاء الوالد طبعاً بعد 3 أيام شفته طبعاً أول ما شفته لا شعورياً حضنته سبته أقول أبوي فعلاً يعني أنا مرة أحبك بس قل لي أنا بنتك ولا لا؟ قل لي أنت بنتي، أنت بنتي ولا راح أفرط فيكي أبداً. هنا مضطرين إنه أنا أعمل الدين إيه مع أهلي، فكنت دائماً أقول يا رب يا رب إني أكون غلط. أو طلعت النتيجة اللي هو فعلاً 100% إنه أنا بنت الناس الثانية، ورحنا المحكمة وبس. فهناك كانت يعني الصدمة أنا من طبعاً شملت الشيخ إنه خلاص صدرت إنه عهود، إنه مبدلة الوضع، إنه حياتي هناك، أهلي، تعاملهم، أخواتي، كيف إنه أنا أجل يعني بعد 35 سنة إنه ممكن أقول لهذه أمي أو إن أنا أقول لهذا؟ ماني قادرة أستوعب أبداً، ماني قادرة أستوعب. يعني هنا أنا عانيت جد، عانيت صراع مع نفسي. حتى بعد كل بعد فترة إنه أنا أحاول أروح أزور أمي، يعني للأمانة يعني حتى جلس إني ماني قادرة أقول لها كي أمي، ماني قادرة، خلاص الماضي انتهى، الماضي انتهى، وكل خلاص أنا عرفت من أهلي وأنا أتشرف بيهم وهي عرفت من أهلها وبس. والحمد لله رفعت، وطبعا اللي هو أثبتنا القضية اللي هو ريان مفتي الله يجزاه بالخير، الحمد لله كسبت القضية. هنا طبعا بدت حياتي تتغير، طبعا حياتي سكنت جدة، انتقلت لجدة،
فهنا كانت حياتي جدا جدا رائعة. حبيت حياتي، حبيت نفسي، بنيت نفسي، بنيت شخصيتي، أحس إنه شخصيتي صارت أقوى. أتفاجأ بعد ما أنا خلاص تخطيت هذه المرحلة كلها، ما حد كان عارف عني أبدا، ما حد كان عارف عن قصتي. لكن أتفاجأ قبل فترة إنه الموضوع رجع انفتح، ورجع إنه عادت نشره مواقع التواصل الاجتماعي في الصحف، تشهير بالأسماء. وبالتالي هذه تعتبر من الجرائم المعلوماتية والجرائم الإلكترونية، أنك أنت تنشر مثل هذه الأمور وتعطي معلومات سواء كانت صحيحة أو خطأ، طالما أنه هذا النشر أساء إلى هذا الشخص، فبالتالي هي تعتبر من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، وتختص النيابة العامة في التحقيق فيها، وعقوبتها قد تصل إلى 500 ألف ريال غرامة والسجن لمدة عام. شعل السعد، MBC، جدة.